نقصد بالسنة الخامسة ابتدائي دروس الفصل الثالث، نقصد بها لاحظ هنايا أولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. وش كنا نديرو؟ كنا نديرو الدروس والتمارين مرتبينهم. إذا ما هو القصد من دروس الثالثة ابتدائي؟ هو حل الدروس والتمارين، حل الدروس والنشاطات. النشاطات كملنا هذه الصفحة، توقفنا هنايا في الصفحة 80. الآن في الحقيقة كاين تصحيح المقطع السابع والثامن، على شكل أوراق، كاين أوراق. كما هذه حلول تمارين كتاب مدرسي، كما هذه، وفاء صديق، أتذكر وأجيب، ركز على العناصر التالية وقم بمسرحة أحداث القصة رفقة زملائك. وهنا يا مسرحة أحداث القصة، استعمل الصيغة، أكمل الجملة مستعملا ربما، أكمل الجملة مستعملا ربما. هذه إذن الحلول، حلول تمارين الكتاب المدرسي أنشطة المقطع السابع والمقطع الثامن. المقطع الثامن هذا هو، ما مرة المقطع الثامن، المقطع الثامن الأسفار والرحلات. والمقطع السابع هذا هو، المقطع السابع قصص وحكايات من التراث. لهذا قلنا تصحيح المقطع السابع والثامن، الرابط أسفل الفيديو.